السلام عليكم بنات، كدير لاباس عليكم بخير. مرحبا بكم في قناتي سناء ام معتمد، ومرحبا بالناس الجداد اللي انضموا للقناه مؤخرا. كنقول لهم مرحبا بكم، وايضا بالقدام اللي متبعيني من اول بدايتي وكيشجعوني كنقول لهم شكرا لكم بزاف بزاف. اليوم جيت نشارك معكم واحد الاكله شعبيه معروفه في المغرب، وبالضبط في مدينه طله بوكاديوس. واول حاجه غنشارك معكم واحد الخبز، صراحه شاركته معايا ام رضا متتبعه ديالي وصديقه ديالي، كانت عطاتني هذا الوصف الطريقه ديال هذا الخبز. وكما قلت لكم غنشارك معكم واحد الخبز، صراحه شكرتو لي واحد المتتبعه ام رضا، كندير لها ديديكاس كنقول لها شكرا بزاف على هذا الخبز، صراحه شكرتو ليا بزاف وما تصورتش انه بحال هكذا. وغادي تشوفوني كنهز فواحد غير ربيع طاح ليا تما، كنت مقطعه درت الحوت وطاح ليا تما. المهم كما كتشوفوا غتحتاجوا زلافه ونص ديال الفرس رطب او حرش اللي بغيتو، وزلافه ديال الفينو او سبيسيال، وغتحتاجوا معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه. الخميره يعني نتوما الطريقه كيفاش شحال كديروا على حسب المدينه واش تخمر، يعني دابا الصهد غير كيخمر. وغتحتاجوا معلقه كبيره ديال السكر سنيده ومعلقه كبيره ديال الزيت، هادشي اللي غتحتاجوا. وغتحتاجوا معلقه كبيره ديال الزبده، ولكن ماشي في هذه المرحله هذه. المهم كما كتشوفوا كنعطيوه الماء مزيان، كنعجنوه وكنعركوه مزيان 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 مزيان. المهم اي مغربيه كتعرف تعجن. وغادي نخليه يرتاح حتى يضاعف الحجم ديالو. بعد اخوتي من بعد ما كيضاعف الحجم ديال الخبز، انا غطيته ببلاستيك حيت كنعجنو خفيف، غيجي بحال شكل الخبز المخبزات، وصراحه كيجي حسن منه. هنايا غادي نزيدو معلقه كبيره ديال الزبده، وغادي ندلك مزيان هذا الخبز هذا، وغادي نخوي العجين من الهواء. ونفس الوقت انا كنخوي العجين من الهواء، ونفس الوقت كنعطي الزبده كندخلها في وسط العجين. وفي الاول غادي تحسوا بالعجينه كتلصق لكم في يديكم، من بعد ما غتدخلوا ليها الزبده غتلقاو العجينه ولات رطبه وسهله في التكراس وفي كل شيء. وصراحه من العجينه كتعرفوا بان الخبز راه نجح معكم. ومن بعد البنات كنقسموا تما، كي قسمتهم انا كريسات، انا صراحه ما درتهمش صغيورين بزاف بزاف، هما ضروري ديرهم صغار الا بغيتهم بحال خبز السوق، وتكرسوهم في الطاوه ودير ورق الزبده الا كانت الطاوه كتلصق. انا صراحه ما درتش ورق الزبده وصافي. المهم غادي تكرسوهم بالفينو او تكرسوهم بالسميده، انا كرستهم بالسميده. شوفوا قرصتهم بالسميده الرقيقه والفينو خلطتهم وصافي. وغادي من بعد غادي ديروا شيموس او زيزوار اللي عندكم تكون جديده بطبيعه الحال، وغادي نقرصوهم. انا دابا نحط لكم الرابط ديال واحد الخبز كنت درته ديجا غير فورس، اللي بغى يديروا غير فورس. وكاينين الناس اللي ما كيقدروش على الخبز ديال فورس كيضرهم، فهذه طريقه صراحه انا عجبتني بزاف. وصراحه هذا الخبز هذا ممكن ديروه يوميا، ماشي ضروري ديروه صغيورين، فممكن ديروا وحده كبيره الا بغيتوا، ولكن هو كيجي بحال خبز السوق، يعني ضروري ديروهم صغيورين هكذا باش وليداتكم اللي ما كيبغوش خبز الدار كيعجبهم خبز السوق، فهذه ممكن تستغلوا هذه الفرصه هذه وديروا لهم هذا الخبيز هذا. المهم هادشي اللي كاين البنات، وانا غنستغل هذا الخبز هذا غنتغداو منه، وغادي نخلي منه قريصات باش ان شاء الله غادي نديرهم بهم بوكاديوس. وغادي نشارك معكم بوكاديوس بالديتاي ديالو بكامل بالمعقوده بدون بيض، غادي بحال بحال مالين الزنقه يعني تجيكم. وغادي نشارك معكم رويزه اللي معروفه في مدينه طله بالبربه والبطاطا والحار. مهم ان شاء الله بقاو معايا في هذا الفيديو. المهم كما كتشوفوا دابا غادي ندير لهم ديك الزيزوار او موس، وغادي ندير داك الشكل اللي كنشوفوه في ديال الخبز السوق، ونغطيه بواحد المنديل يخمر. احبابي مي خمر ليا درتو يطيب، شعلت عليه عادي الخبز من التحت، ومن بعد شعلت عليه الفوق تحمر، صراحه جا الخبز رائع رائع البنات. وانا شاركت معكم الغديوه ديالي، درت نهار الحد كما كتشوفوا درت الكفته ديال السردين بالبطاطا والحار والحامض والزيتون. دائما كنشارك معكم، قلت بلا ما نطول عليكم الفيديو. والخبز ديالنا ها هو، صراحه جربوه البنات وردوا عليا، كيجي رطب رطب وزوين بزاف. وكما كنعرفوا الخبز ديال الفينو ديما ما كيجيناش رطب بحال ديال السوق، فهذه فكره صراحه. ديك الزبده كتعطي واحد الطراوه وكتخليه يجي بحال السوق، وتا وليداتكم كتجيهم بنينه وغادي ياكلوا لكم الخبز. المهم دابا غادي نمشيو نتغداو، وبقاو معايا باش نشارك معكم معقوده.
دابا غادي نشارك معكم هذيك المعقوده اللي قلت لكم. غادي نحتاجوا هنايا الطحين. بالنسبه للطحين انا ما غنكثرش حيت ما غنديرش بزاف. غنديروا كاس ديال الطحين الا كنتو غادي ديروا نص كيلو ديال البطاطا، الا كنتو غادي ديروا ربعه البطاطا ديروا نص كاس. انا تقريبا ندير غير ربعه ديال البطاطا وندير غير نص كاس. المهم البنات واش ما نكثروش زعما لا لي ضايع ما نكثروش بزاف. عاوتاني هنايا دابا درت تقريبا شي ربعه المعالق ديال الطحين. غادي نديروا معقوده ديال الناس ديال بوكاديوس ديال الزنقه. هنايا غادي ندير معلقه ديال الخميره ديال المعجونه، وغادي ندير شويه الملحه. بطبيعة الحال كما كنشوفوا حنايا ديك المعقوده ديال الناس اللي كيبيعوا مع اصحاب المحلات ديال بوكاديوس وساندويشات كنشوفوا معقوده صفراء. فغادي نديروا الخرقوم الزعفران الملون ضروري البنات. ونيت الوليدات الصغار نديروا لهم شي حاجه في الدار، ماشي شي ديال الزنقه ماشي صحي. انايا راه سلقت البارفا وسلقت الروز، غادي نوريكم الطريقه ديال الرويزه كيفاش كيديروها صحاب السلاويين. كما كتشوفوا في صحاب بوكاديوس اول حاجه كتوصلي كتاخدي من عنده زلافه ديال البطاطا بالرويزه بالباربا وبالهريسه، وكتاخديها بالماء ديالها وكتكون هي محمضه ديجا، وهو تيكون بيتها الليل كامل محمضه. فانا غنوريكم الطريقه كيفاش. انا واخا ما غنحمضهاش يعني غنخبيها قبل، ولكن غادي نحمضها ندير لها الحامض وغادي نخشيها في الفريغو تبرد. ودابا البنات غادي ندير شويه ديال الكمون. هاد المعقوده ما كتحتاج لا بيض لا ثومه بحال ديك المعقوده اللي كنت شاركت معكم. هادي معقوده كما قلت لكم بحال كتاكلوها عند مالين مالين بوكاديوس. دابا البنات من بعد ما درنا مليحه والكمون، دابا غادي نبداو نديرو كويرات. انا غادي نكثر فيها شويه البطاطا باش ما تكونش عاوتاني كلها غير عجينه، ولكن المهم هذه هي بوكاديو، هذه هي المعقوده ديال مونين بوكاديوس. صافي البنات غنحل شي حانوت ديال بوكاديوس. دابا البنات غادي نديرو البطاطا الكويرات ديال البطاطا. المهم انا جبتها لهنا، غادي نرمي البطاطا هنايا. البطاطا نضيفها في هذا الخليط هذا. لما نشوفو الزيت واش سخنات، thank you.
دابا البنات غادي نزيد ليها الماء، ضروري الماء زوينه، وغادي نزيد ليها الحامض او الخل. حنا نديرو لها غير الحامض، انت تبغي غير الحموضه البنات، واكثر هي اللي خليتوها تخلل وتبقى حتى لغدا بحدا كتخليوها وهي كتزعاد كتزيان. عصروها وداك حتى داك اللب شويه، غادي نزيدو مع الباربه والبطاطا. غادي ندير ليها مليحه بوحدها، ها هي سلقتها، غادي ندير لها مليحه بوحدها، وهذه غندير لها حتى هي مليحه صافي. وغادي نديرها في الثلاجه، وخاصها ضروري من الفوق كتكب الهريسه، واللي ما بغاش الهريسه البيضه الصغار ما غاديش ديروا ليهم الهريسه بطبيعه الحال. دابا غنديرها في الفريكو ونرجعوا نكملوا معقوده. شوفوا غادي معقوده اللي صايبت معاكم حتى هي غادي نديرها هنايا. غادي نزيد ليها الرز، نزيد ليها بطاطا، شويه الخس، شويه بطاطا، شويه البصله والكاشير، وغادي نزيد ليها المايونيز. وها البوكاديوس ديالنا وجد. ها هو البنات الرويزه اللي قلت لكم كتكون بالباربه والمايونيز. كاين اللي كيدير المايونيز، كاين اللي كيدير غير الهريسه والكيتشوب. انا درت لي انا ومعتمد، حنا مولفين. سعيد ما بغاش غير صبر، ما بغاش الكيتشوب. وهذا المايونيز اللي بغى يعرف الطريقه ديالو يدخل القناة ديالي غيلقى، نخلي لكم الرابط. وهذا هو العشيوة ديالي، أكبر بوكاديوس. الخبيزات راه صغار غير كيبان لكم مع التصوير. وقيلا تلفت اللي فيهم البصلة. بلاتي نشوف، هذا هو اللي فيه البصلة، هذا هو اللي ما فيهش البصله، حيت معتمد ما بغاش ليا البصله. المهم هنا غادي نودعكم البنات، نقول لكم ما تنساوش لي لايك ومع السلامه. وجربوا هذا البوكاديوس، هذا غادي يجيكم بحال البوكاديوس ديال الزنقه. وتحيه للناس اللي ساكنين في سلا بالضبط في حين بيعات، درت الطريقه ديال البوكاديوس ديالهم. المهم يلا السلام عليكم.